تتواصل التحديات والانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام. انطلاقة شوطنا 19 وهو شوط ما قبل شوط الختام، ينطلق هذا الشوط الخاص بالإذاعة الأبكار مشاهدينا الكرام. نسير مع هذه التحديات المميزة، نسير مع هذه الانطلاقة، شوط من أشواط الانتاج وشوط انتاج قطر مشاهدينا متابعينا الكرام. نسير مع هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة، بداية مع المركز الأول مع الصدارة. أول الأسماء هنا رايقة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من يقدم لنا رايقة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما الدور والنقلة مع المركز الثاني. تتواجد هنا مع ثاني التحديات غاية راشد بن فرج بن صالح العويري المري مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل من تتواجد على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات. هنا من تأتينا أيضا رهاب شعر محمد بن طحنون بن جابر الجبران مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع هوايل علي بن سالم بن سنيد الدعية، من يقدم لنا هوايل مع المركز الرابع. والمركز الخامس في هذه اللحظات من تسللت إلى رابع الأسماء، تتقدم مصيحة علي بن حمد بن علي بن محمد بن حيدان، من يقدم لنا مصيحة في مسار هذا الشوط. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة التي تحمل لنا هذه الأسماء المميزة. ولكن شوف الدخول أيضا من الجيدة القادمة في هذه اللحظات بشعار محسن بن حزام بن راشد بن نديلة، مقدما لنا شعاره في هذه الانطلاقة، من انضمت أيضا إلى دائرة الخمسة المراكز الأولى. العودة للبداية، العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول. الصدارة رايقة مع الصدارة تقود الأسماء والتحديات الأولى بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يقدم الأنيق لنا انطلاقة رايقة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما من تتواجد ثانيا غاية القادمة راشد بن فرج بن صالح العويري المري مع المركز الثاني، مقدما لنا انطلاقة غاية مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث مصيحة القادمة بشعار علي بن حمد بن علي بن حيدان، يقدم لنا شعاره، يتواجد مع مصيحة مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن نديلة، من تتواجد مع المركز الرابع في هذه اللحظات. هنا القادمة الجيدة لمحسن بن حزام بن راشد بن نديلة، مقدما لنا شعاره مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتواجد هنا وتنطلق أيضا مشاهدي الكرام هوايل علي بن سالم بن سنيد الدعية مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة مع الشوط الرئيسي لإنتاج قطر مشاهدينا متابعينا الكرام. العودة إلى البداية، العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، رايقة مع البداية مع المركز الأول، هي القائدة لهذه التحديات المميزة والكبيرة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من يقدم لنا تحديات شعاره مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني غاية من تتواجد بشعار راشد بن فرج بن صالح العويري المري مع المركز الثاني. ثالث الأسماء تتواجد في هذه اللحظات، من تدخلت مشاهد الكرام بشعار محسن بن حزام بن راشد بن نديلة القادم على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع التقدم، الوصول أيضا مع المركز الثالث في هذه اللحظات، تتواجد مصيحة علي بن حمد بن علي بن حيدان المركز الرابع. شوف الوصول، وصلت هنا المستشارة خالد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، يصل ليقدم لنا المستشارة مع المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر، من تتقدم، من تاتي في هذا المسار المميز والكبير، هوايل علي بن سالم بن سنيد الدعية، بدأ ينضم إلى الخماسية المميزة. الله الله الله، العودة إلى البداية، إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، الصدارة والبداية. المستشارة خالد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، مقدما للمستشارة بتحدياته المميزة والكبيرة،
بينما المركز الثاني وصول من شعال المهندي قادم من عمق الميدان مقدما لنا اندفاع الركيات فهد بن علي بن عبد الله المهندي يصل في مسار هذا الشوط، بينما المركز الثالث غاية راشد بن فرج بن صالح لعويري المري، المركز الرابع الجيدة القادمة بشعار محسن بن حزام بن راشد بن نديلة، المركز الخامس شعار أيضا بن سنيد الدعية قادم مع انطلاقته أيضا شعاره المميز، ولكن الصدارة المركز الأول البداية صدارة الشوط المستشارة خالد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، الركيات قادمة بشعار فهد بن علي بن عبد الله المهندي مقدما لنا شعار أبو علي في مسار هذا الشوط، بينما المركز الثالث غاية القادمة أو اللي واصله هنا مشاهدي الكرام هوايل علي بن سالم بن سنيد الدعية، المركز الرابع شوف القدوم شوف الوصول وصلت هنا وهايب في أول ندى لسالم بن حمد بن عبد الله بن شعيل، وصل شعار أيضا هنا في هذه اللحظات مخيف فاران بن عتيق بن محمد آل بريد في أول ندى في مسار هذا الشوط، ولكن العودة مع صدارة الشوط الركيات مع الصدارة تقود الأسماء والتحديات الأولى، فهد بن علي بن عبد الله المهندي يحقق الناموس والانتصار من خلال تقدم الركيات مع الأمتار الأخيرة، يا سلام يا سلام، ولكن المركز الثاني هنا تأتي مستشارة خالد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، ولكن الركيات الركيات مع الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة، الله 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 التنافس حتى الأمتار الأخيرة، ولكن مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع هنا التقدم من المستشارة مع الأمتار الأخيرة، الركيات تعود إلى الأمتار نهائية، ولكن المستشارة تحقق الناموس والانتصار، تهانينا والناموس لخالد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، بينما المركز الثاني كان الوصول من الركيات اللي ما قصرت أيضا بشعار فهد بن علي بن عبد الله المهندي، والمركز الثالث المركز الثالث رهال محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري، والمركز الرابع المركز الرابع مخيف فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، والمركز الخامس المركز الخامس هوايل علي بن سالم بن سنيد الدعية. مشاهدين الكرام التوقيت الزمني لحظة وصول المستشارة خاطفة الناموس هذا الشوط مشاهدين الكرام 7 دقائق 49 ثانية 46 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لخالد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، وأيضا سلالة المستشارة مستشار أم الزبار تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني كان الوصول من الركيات توقيتها الزمني أيضا 7 دقائق 49 ثانية 50 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لفهد بن علي بن عبد الله المهندي، وأيضا سلالتها شاهين ولد الضبي أيضا المملوك لفهد بن علي المهندي. إذا مشاهدين الكرام المركز الثالث كان الوصول من مخيفة 7 دقائق 50 ثانية 24 جزء من الثانية، خرجنا إذا